من المستفيد من النزاعات المجمدة في العالم ومن ضمنها ملف الصحراء؟ ملف الصحراء الذي عمر طيلة 45 سنة ليس هو النزاع الوحيد القديم في العالم، بل هناك نزاعات أقدم منه أو تشبهه، وهو ما يصطلح عليها في العلاقات الدولية بالنزاعات المجمدة conflict gelé أو باللغة الإنجليزية frozen conflicts. وهذه النزاعات المجمدة هي أولا نزاع كشمير. معروف أن كشمير أصبحت محورا للنزاع بين الهند وباكستان منذ تقسيم شبه القارة الهندية في 1947، وقد خاضت الجارتان وهما قوتان نوويتان بالمناسبة في الوقت الحالي الحرب مرتين بسبب إقليم كشمير ذي الأغلبية المسلمة البالغة 60% من سكان الإقليم. ويقسم الإقليم الجبلي بواسطة خط المراقبة الذي عادة ما ينتهكه المسلحون من الطرفين معا. يبلغ سكان الجزء الهندي ولاية جامو وكشمير حوالي 9 ملايين نسمة، ويعيش حوالي 3 ملايين شخص في الجزء الشمالي الواقع تحت سيطرة باكستان. والملاحظ أن الولايات المتحدة الأمريكية راعت توازن الرعب النووي بين القوتين الإقليميتين باكستان والهند، وفضلت عدم مساندة أي طرف تاركة الوضع على ما هو عليه حتى لا تغضب أي دولة، لأن للولايات المتحدة الأمريكية مصالح كبرى مع هذين البلدين. النزاع الثاني نزاع قبرص الشمالية. مشكل قبرص بين تركيا واليونان من النزاعات القديمة غير المشمولة بحل، وهو نزاع تحسب فيه الولايات المتحدة الأمريكية خطواتها جيدا، إذا فضلت واشنطن حلا بما يخدم مصلحة اليونان ستغضب تركيا في الحلف الأطلسي، كما أن حل الولايات المتحدة الأمريكية لصالح الأتراك سيغضب اليونان ومعها الاتحاد الأوروبي، وهما معا حليفين رئيسيين للولايات المتحدة الأمريكية. النزاع الثالث نزاع ناغورني كاراباخ. هذا النزاع عمر طويلا بين أذربيجان وأرمينيا، ومعلوم أن ناغورني كاراباخ هي منطقة تقع داخل أذربيجان لكنها تابعة إداريا لأرمينيا، وبالتالي فإطالة أمد النزاع لصالح أرمينيا حليفة الغرب سيفيد الولايات المتحدة الأمريكية كثيرا في مواجهة روسيا وإيران على بحر قزوين، علما أنها بلد نفطي. كما أن حسم النزاع لصالح أذربيجان يعني في نظر واشنطن وقوع أرمينيا وهي الدولة المسيحية تحت لواء الكنيسة الشرقية أي الكنيسة الروسية. ملف الصحراء. ملف الصحراء من الملفات التي تتعامل معها الإدارة الأمريكية بمكر ودهاء، وبحكم أن الولايات المتحدة عضو نافذ بمجلس الأمن الدولي فإنها تستحضر مصالحها الاستراتيجية بين البلدين المعنيين بالنزاع أي المغرب والجزائر. فإن حاولت أمريكا إيجاد تسوية لنزاع الصحراء بما يخدم مصالح المغرب سيغضب الجزائر، وهي التي تربطها بالولايات المتحدة الأمريكية مصالح كبيرة، علما أن إثارة النزاع لأول مرة كان حينها أهل التكساس هم المتحكمون في البيت الأبيض، بالنظر إلى أن أهل التكساس هم المنتمون لجماعة اللوبي الضاغط لوبي النفط. كما أن حل النزاع لصالح الجزائر من المؤكد أن هذا لن يخدم طبيعة الحال مصالح المغرب كحليف للولايات المتحدة الأمريكية، يتمتع بموقع استراتيجي ويتميز بحكامة أمنية قوية في منطقة ملتهبة بمنطقة الساحل الإفريقي، ويعد شريكا مهما للولايات المتحدة الأمريكية في الحرب ضد الإرهاب.